السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مشعل، واليوم راح نتكلم عن المقابلات الوظيفية للمصممين وإيش هي المسميات الوظيفية للمصممين وكم راتب كل مسمى منها في المملكة العربية السعودية. نكمل بعد الفاصل. يا هلا والله بكم من جديد، ونكمل موضوع حلقتنا اليوم بالنسبة للمقابلات الوظيفية للمصممين. تمر بمراحل معينة خاصة في الوظائف اللي تخص الجانب الإبداعي، سواء كان مصمم جرافيكي أو مصمم ويب أو ممنتج أو رسام أو أيا كان التخصص اللي حاب نتقدم فيه أو تتقدم فيه لجهة معينة. بشكل عام يسمونها الوظائف الإبداعية. تمام، في أول مقابلة غالبا راح تتقابل مع من؟ مع مديرك المستقبلي اللي يسمونه كريتيف دايركتر، بالمعنى الأصح المدير الإبداعي. راح يتكلم معك وياخذ ويعطي معك، يشوف فهمك لتخصصك والأشياء العملية غالبا يتم التركيز عليها. ودائما نحن ننصح المصممين سواء مصممين الويب أو مصممين الجرافيك والموشن جرافيك بإنشاء ملف أعمال أو بما نسميها البروتوفوليو. أفضل مكان حاليا ومجاني وغالبا المصممين يعتمدون عليه هو بيهانس، أو تبني موقع ويب خاص فيك على الووردبريس أو أي منصة أخرى عشان تعرض ملف أعمالك وتقدم فنياتك داخل هذا المعرض. ولأن ملف الأعمال القوي والمرتب والمنسق بشكل احترافي يعطي فرصة كبيرة في قبولك في الوظيفة. ما نروح بعيد، بعدها يوازن المدير شخصيتك ويشوف كلامك كويس، بعدها بينقلك المرحلة الثانية يسوي لك فيها اختبار. إيش هذا اختبار يا مشعل؟ بالنسبة للاختبار لا تخاف منه، ما تخاف من الاختبار نهائيا، راح يكون بسيط، بس انت طبعا راح تكون محضر ومجهز نفسك لأي اختبار وتكون واثق من نفسك انك تجتاز اي اختبار بناء على خبرتك وفهمك لتخصصك. ممكن يرسلك حاجة على الواتساب او يرسلك حاجة على الايميل او يوجه لك اسئلة بشكل مباشر، بيسألك عن تخصصك مثلا، يسألك ان اداة في الفوتوشوب او اداة في بريمير او اداة في الستريتر او اداة في افتر افكت او ادوبي افتر افكت، او لو مصمم ويب او مبرمج يسألك عن لغة برمجية معينة. تمام، وين كانت تخصص يتقدم عليه في الوظيفة؟ في حال كان في اختبار اصلا، لانه غالبا في فترة تجربات تتخذها الشركات ليا الموظف يشوفون في اداة لمدة معينة. وطبعا بعد ما تخلص وتنجح في الاختبار هنا ياخذون ملفك واوراقك والسي في حقك وتروح للموارد البشرية. الموارد البشرية يحددون موعد معك للمقابلة الشخصية عشان يعرفون عنك اكثر اشياء ويعرفون مهاراتك العملية والاخلاقية اثناء العمل في الشركة، يعني اخلاقك وكيف تصرفاتك ببيئة العمل وتعاملك مع زملائك في العمل وتحملك لضغط العمل وما الى ذلك من الأشياء العامة. بعد المقابلة هذه يصير خلاص عادي يعطونك عاد عرض وظيفي براتب معين بدوام كامل أو جزئي حسب المتفق عليه بالعقد. هنا يا توافق أو ما توافق حسب العرض الوظيفي اللي تشوفه أنت مناسب لك أو الراتب وبنود العقد بينك وبينهم. هذا باختصار عن المقابلة الوظيفية في المجالات الإبداعية وآلية المقابلة الوظيفية في السعودية. وننتقل للجزء الثاني يا صديقي المبدع، واحتاجك مبدع تركز معي شوية بهذا الجزء. حابين نتكلم معك عن بعض المسميات الوظيفية للمصممين، يعني أنا كمصمم إيش هو مسمي الوظيفي؟ الكل يطلق على نفسه مصمم جرافيكي وهذا أكيد، لكن في للمصمم مسميات كثيرة أغلب المصممين يعرفوها، وأنا لما عرفت تفاجأت وأكيد أنت تتفاجأ مثلي. للجانب الإبداعي في مجال التصميم مسميات كثيرة في السعودية، لكن أنا بعطيك الآن أكثر المسميات المنتشرة، وهذا الكلام مخصص للمملكة العربية السعودية. أنا ما أدري إيش المسميات برا المملكة العربية السعودية، ممكن تلاقي مسميات أكثر ممكن تلاقي أقل. بالنسبة للمسميات الوظيفية، المسمى الأول متدرب اللي تو بادي في المجال التصميم الجرافيكي، راتبه من 2000 ريال إلى 2500 ريال. المسمى الثاني يا صديقي جونيور، بمعنى أصح مبتدئ في مجال التصميم الجرافيكي، ويعني أعلى درجة من المتدرب. هذا المتدرب وهذا الجونيور، يعني أعلى درجة. هذا راتبه من 2500 ريال إلى 3000 ريال سعودي. المسمى الثالث يا صديقي أخصائي تصميم جرافيكي، يعني متقن لفنه أو في تخصصه. هذا راتبه تقريبا الأخصائي ما بين 6000 ريال إلى 8000 ريال في المملكة العربية السعودية. أما المسمى الرابع يا صديقي هو كبير المصممين أو يسمونه سونيور، يأخذ تقريبا ما بين 12000 ريال إلى 15000 ريال تقريبا. المسمى الخامس هو قائد فريق المصممين، تقريبا يبدأ راتبه من 16000 ريال إلى 18000 ريال بالكثير. المسمى السادس يا صديقي هو مدير فني أو بما نسميه آرت دايركتور، راتبه يا صديقي هذا من بين 18000 ريال إلى 21000 ريال سعودي. أو آخر مسمى هو مدير الإدارة أو مدير إدارة إبداعية اللي هو كرييت دايركتور. تمام، هذا عاد راتبه من 22000 ريال وأنت طالع على حسب حجم الشركة. وكل المسميات اللي ذكرتها تختلف من شركة إلى شركة، ممكن ألاقي مصمم يأخذ 8000 ريال في شركة وفي شركة ثانية يأخذ 4000 ريال حسب حجم الشركة وقوة الشركة، لكن خلنا نقول انه المتوسط بالحدود اللي ذكرتها لك. تمام، هذا بشكل عام عن المقابلات الوظيفية وايش هي المسميات الوظيفية وكم راتب كل مسمى على حدة.
ان شاء الله اكون قدرت اني اوصل لك المعلومه بشكل مبسط ومختصر، وطبعا ما يحتاج اوصيك لايك للمقطع عشان ينتشر ويستفيد كل المبدعين بالمجالات اللي ذكرناها، ولا تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتك الدروس القادمه، لان حرفيا راح تفيدك بتخصصك. واشوفك ان شاء الله بالفيديوهات القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.